وأخيراً ظهر السبب الكبير وراء الانفصال الدرامي بين التيكتوكر الأردني المشهور والبلوجر التونسية ووقوع يمين الطلاق على الهواء مباشرة. فماذا حدث ورصدته التسجيلات المسربة؟ كشف السر. من جديد عادت البلوجر التونسية المشهورة ضحى العريبي لتتصدر اهتمام رواد مواقع التواصل وخصوصاً تيك توك في الساعة الأخيرة، والسبب في ذلك الكلمات الصريحة والمفاجأة التي أدلت بها بخصوص انفصالها عن زوجها الأردني التيك توكر المشهور محمد نور مقابلة وشهرته ميكس. وانفصلت ضحى عن ميكس بعد مرور عام واحد تقريباً على زواجهما في خبر أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا، خصوصاً بين متابعي البلوجرين المشهورين، لأنهما كانا يظهران بشكل مستمر في البث المباشر خلال فترة زواجهما، وكانا يظهران في حالة من الانسجام والمودة الكبيرين، ما جعل إعلان انفصالهما مدهشاً ومحيراً للجمهور. وعلى مدار أشهر تساءل المتابعين عن السبب وراء انفصال ضحى وميكس، وهو الأمر الذي رفض الطرفين أن يكشفا السبب فيه، لكن بعد ذلك أخذ يتهمان بعضهما بالمسؤولية عن الطلاق والانفصال. لكن وخلال بث مباشر لها خلال شهر رمضان الجاري، خرجت ضحى العريبي لتكشف سرا غير متوقع وراء انفصالها، قائلة إنه في كثير من الأحيان كانت تفكر في تغيير قرارها والعودة إلى ميكس مرة أخرى، لكن جاءتها تسجيلات صوتية من بعض الأشخاص المقربين منه حذرتها من العودة إليه مرة أخرى، قائلة إن عودتها إلى ميكس لن تحدث ولو كان ذلك على جثمان ذلك الشخص، دون إن كان ذلك الشخص هو زوجها ميكس أو أحد المقربين منها. أكدت العريبي أنها كانت كلما جاءتها تلك المقاطع الصوتية كانت تصاب بحالة صحية سيئة تجعلها تفكر في العودة كنوع من أنواع العناد فقط، وكانت بسبب تلك الحالة تضطر للدخول إلى المركز الصحي لتلقي العلاج، وربما يكون ذلك بسبب الأعمال السفلية التي كان يهددها ذلك الشخص بها إن قررت العودة إلى ميكس مرة أخرى. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع انفصال ميكس عن ضحى، حيث عبر الكثيرون عن حزنهم لانفصال البلوجرين الشهيرين اللذين يتابعهما ملايين الأشخاص حول العالم العربي، ما يدر على ضحى العريبي وحدها دخلا يقدر بآلاف الدولارات في الساعة الواحدة، في حين قال آخرون إن ارتباط ميكس بضحى ثم انفصالهما لم يكن سوى نوع من أنواع جذب الاهتمام والمشاهدات فقط، وكذلك إثارة الجدل حولهما، خصوصاً أن الانفصال حدث بسرعة غير منطقية من إعلان زفافهما. فهل تعتقد أن الأسباب التي كشفتها ضحى العريبي مقنعة؟ أم أن الموضوع برمته كان بهدف الشهرة لا أكثر؟